ست القوس ست شخصية قوية جدا جدا جدا، حساسة جدا، شوية فيها من الأسد، برضو فيها من الأسد والميزان. هي بتحسبها أوكي على حسب الظروف اللي هي فيها، بس لو جه على كرامتها أو كذب أو خان خلصت تمام، خلصت، وممكن تسيب، بس ممكن وهي بتسيب هتطلع عينه، مش هتسيبه كده أوكي.